كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش. ينطبق هذا المثل على الفلسطينيين هنا في خان يونس جنوبي غزة، وهم يبحثون عن جثث ذويهم أو ما تبقى منها بعدما دمرت قوات الاحتلال بيوت المدينة وجرفت أحياءها وقلبتها رأسا على عقب. ورجعنا نشوف على أساس أن هاي ثالث يوم نشتغل فيها مع الدفاع المدني، على أساس أنه حنطلعهم من تحت الردم. مش عارفين يعني، البيت مضروب أكثر من صاروخ، بالإضافة لذلك أنه في عندك الجراف مجرف كمان جزء كبير منهم، يعني مش عارفين وين ميتين تحت الردم، مش عارفين لقيت كمان حتى الرفات تبعهم مش لاقينه. يؤكد الدفاع المدني أنه لم يتمكن سوى من انتشال عدد قليل من الجثث بعد جهد كبير، والسبب نقص الإمكانيات والأدوات المتاحة، مطالبا بتوفير هذه الآليات للتمكن من انتشال الجثث التي تفسخت تحت الركام للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة. ما زلنا نعاني من نقص في الإمكانيات والموارد والاحتياجات الخاصة بالدفاع المدني، فنحن بحاجة إلى توفير أكياس الموتى وبحاجة إلى توفير بواقر تساهم في عملية رفع المواطنين العالقين تحت الأنقاض، وكذلك نحن بحاجة ماسة جدا إلى توفير مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف تساهم في انتشال وفي الوصول للمواطنين. يوسف الجاموس لم تشفع له طفولته، إذ قتلت قوات الاحتلال أباه وأعمامه وجدته خلال قصفها لمنزلهم في خان يونس، وأبات عنده أمل واحد فقط، أن يجد رفات والده بمساعدة الدفاع المدني ويضعه في قبر يزوره بين الفينة والأخرى ويقرأ الفاتحة على روح أبيه. فضلينا نحاول نوصل للمنطقة، ما قدرناش. فبعد أصلا السحاب اليهود جينا أنه نحاول نطلعهم بطاقم الدفاع المدني، وكمان هيو قاعدين بحاول، والله يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله منطلعهم بالسلام. وأنا مش أبوي بس الموجود في البيت، أنا إمامي الأربعة وابن عمتي وستي. هكذا تبدو الصورة إذن، وتتكشف بشاعة جرائم الاحتلال يوما بعد يوم، لتجسد انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية والقوانين والأعراف السماوية. فهنا يختلط رفات المدنيين الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا بحجارة بيوتهم وتراب أرضهم، ويضع وصمة عار على جبين الإنسانية.